بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا قاعدين في المسجد الحرام فكنا بنحكي قصة كده في زيادة الرزق، وكيف يستطيع الإنسان أن يستمطر الرزق من عند ربنا بدون أسباب مادية بأسباب إيمانية. لأن الأخذ بالأسباب نوعين. اسمع الكلام ده يا باشمهندس. حاضر. أنا مثلا واحد بيقول لي رزقي قليل، فهقول له يا أخي خد بالأسباب. الأسباب نوعين، أسباب مادية روح اشتغل وجيب تاكسي اشتغل عليه، وأسباب إيمانية غيبية. الأسباب المادية يرزق منها المسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن. أي واحد هيشتغل هيجيب فلوس حتى لو مش مؤمن. لكن الأسباب الغيبية لا يرزق منها إلا المؤمن بيها. من ضمنها الصدقة. محدش يصدق إن أنا لو معايا فلوس وطلعتها صدقة يبقى أنا كده هأرزق، ده أنا خلاص صرفتها، فين الرزق؟ أسباب غيبية لا يستفيد منها إلا المؤمن بيها. من ضمنها الصدقة، زي ما حصل مع سيدنا علي بن أبي طالب. وأنا قلدت الحديث ده والله رزقني رزق هبقول لكم عليه في نهاية القصة. إيه اللي حصل مع سيدنا علي بن أبي طالب؟ صليت على النبي؟ جاله مرة سائل ومتربي بقى في بيت النبوة، فلما جاله سائل عاوز فلوس فراح بعت ابنه ولاده الحسن والحسين لأمهم السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ابعثوا انا بعت لها 6 دنانير فخليها تبعت منهم دينار واحد نديه للسائل. فهي قالت، ردت عليه قالت له ان الدنانير دي ثمن الدقيق، يعني الفلوس دي يا دوبك على قد ثمن الدقيق اللي هنخبز بيه اكل للاولاد وللبيت. فرجعوا له قالوا له كده مش يعني، هي قالت دول ثمن الدقيق. فقال لها كلمه جميله قوي، حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لن يستقيم إيمان العبد حتى يكون أوثق بما عند الله مما في يده. اللي عند ربنا إن أنا لو طلعت هيجيلي، واللي عندي إن أنا أخليهم عندي. ابعثي بال6 دنانير هاتيهم كلهم يلا بقى. وبعتت فعلا بال6 دنانير واداهم كلهم للسائل. مفيش حاجة في البيت ولا دقيق ولا فلوس ولا أي حاجة. فجاءه رجل معاه ناقة وقال له تشتري مني هذه الناقة؟ قال له بكم تبيعها؟ قال له ب140 دينار. قال له موافق، سيدنا علي بن أبي طالب قال له موافق على أن تمهلني من ثمنها شيئا، يعني هديك ثمنها بس بعدين لما يبقى معايا فلوس. موافق؟ قال له موافق. قال له خلاص اعقلها هنا اربطها. فربطها الراجل وساب الناقة ومشي. بعد شوية جاله واحد تاني قال له لمن هذه الناقة؟ قال له بتاعتي. قال له بكم تبيعها؟ قال له ب200 دينار. فقال له موافق وراح واخدها ومشي واداله ال200 دينار. راح سيدنا علي جاب الراجل اللي ليه 140 دينار وراح مديهم له، وروح للسيده فاطمه ومعاه 60 دينار. فقال لها ربنا اداني بالحسنه 10 أمثال. وانا اتذكر ان في سنه من السنين حبيت اروح احج. وكان الحج ساعتها يمكن الحج المحترم بقى الفاخر قوي ب 150 الف جنيه مثلا يعني. وانا ما كانش معايا الا 15,000 جنيه تقريبا. فقلت لماما، ففكرتني بالقصه دي، والدتي قالت لي القصه دي، طلع صدقه. فقلت اطلع 1000 جنيه لحد مثلا. فقالت لي لن يستقيم ايمان العبد حتى يكون اوثق بما عند الله مما في يده. فطلعت ال 15,000 كله وما معيش فلوس احج، ونسيت خلاص ان انا احج. ده حتى اللي كانوا معايا ما يطلعونيش عمره، بس انا خلاص بقى قلت هم طلعوا. الله أراد وحجيت السنة دي حج فاخر أنا وأمي، ويمكن ما دفعناش حاجة خالص. تفاصيلها بقولها لكم بعدين. بس الله مش محتاج تقول له اعمل ايه، انت محتاج تقول له انت عايز ايه، وهو يقدر يعمله لك بالطريقة اللي هو شايفها. ما تقولوش يا رب اشتغل الشغلانة دي عشان يجي لي فلوس عشان عايز اسد ديوني. انت شعرفك ان الفلوس هتيجي من الشغلانة دي؟ انت شعرفك ان الخير في الزوجة دي؟ انت شعرفك ان الراحة في السفريه دي؟ انت اطلب يا رب اللي انت شايفه وانا راضي بيه، واتفر هو ايه والله يفعل وفق حكمته سبحانه وتعالى، وهو عارف ايه الخير ليك وايه الصح ليك في الوقت المناسب. يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، صح؟ يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. لا يا حبيبي،
انت المطلوب منك انك تدعي مش عشان يستجيب الدعوة، انت تدعي عشان تبين انك عبد عنده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طب واللي مش عايز يدعي، اللي مستكبر يبقى مش بيعبد ربنا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلي. كل ما يعبأ بكم ربي، يفكرني هو الشيخ محمد، لولا دعائكم. يعني ربنا يعمل فيكم ايه لولا انك بتدعي؟ ادعي بس، يمكن ربنا يحقق لك اللي انت بتدور عليه لمجرد انك دعيت. الدعاء سلاح قوي جدا، والصلاة هي الآلية اللي تدعي بيها اي مشكلة. صلي وتوضى واتجه للقبلة وادعي، خلصت. المسجد اللي كنت بصلي فيه كان الشيخ بتاعه اسمه الحاج محمد الدياسطي الله يرحمه، كان يقول لي اي مشكلة اتصل باتنين اتنين اتنين. قلت له ايه اتنين 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 دي؟ قال لي يعني ركعتين الساعة اتنين بالليل بدمعتين، اي مشكلة تخلص، اي مشكلة مهما كانت، اي مشكلة. لان ما في مشكلة الله ما يعرفش يحلها، ما في مشكلة ليست تحت علم الله ونظر الله وسلطة الله وهيمنة الله، هو الوحيد اللي بيفعل في الكون. فما فيش مشكلة عند ربنا صعبة. يعني لو انا عايز جنيه، واحد تاني عايز 1000 جنيه، واحد تالت عايز 1,000,000,000 جنيه، مين اسهل عند ربنا في التلاتة؟ التلاتة سهلين، ربنا ما عندوش حاجة صعبة. الامور عند الله بين هين واهون، لكن ما عندوش حاجة صعبة. هو اله يفعل، هو يعطي كما يشاء وكما يحب. هو بس بيقول لك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، لكن خزائنه ملأة ومش بتخلص. ده هو حتى قال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم جاءوا على صعيد واحد مرة واحدة فسألوني، كل واحد قال انا عايز شقة، انا عايز فيلا، انا عايز قصر، انا عايز ارض 1,000,000 فدان، انا عايز الكرة الارضية دي كلها وكوكب عطارد وكوكب الزهر، كل اللي انت عايزه، وكلهم طلبوا مع بعض. فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو حطيت إبرة جوه البحر تاخد منه قد إيه؟ هو ده اللي هينقص من ملك ربنا، ما خدتش حاجة أصلا، لأن الله خزائنه بتتملي بكون، كون بس تكون الحاجة. فالله بيحطك في ابتلاء في الدنيا دي عشان في الآخر مديك جزاء في الجنة أوسع بكتير من الدنيا. أقل واحد في الجنة ياخد قد الدنيا دي 55 ضعف، الحديث بيقول كده، قد الدنيا كلها. فما تستاهلش ان احنا نتخانق عليها ولا نزعل عليها. وخلي بالك من حقوق العباد، لان الله كريم ممكن يعفو عن حقه في عبادة معينة او في ذنب معين. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جاي على قد الأرض دي كلها ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وعارف أن أنا بس الإله وما بتسمعش كلام حد غيري وما بتخافش من حد غيري، لأتيتك بقرابها مغفرة، كل ده همسحه. لكن حقوق العباد بقى هي اللي بتبوظ الدنيا. ممكن واحد تاخد منه، مش هتاخد منه فلوس، تشتمه بس ويطلع غلس، ويوم القيامة يوقفك على باب الجنة 200 سنة عشان مش مسامحك، وربنا يقول له تاخد من حسناته، يقوم مقشط كل حسناتك المقبوله. مبسوط؟ لا لسه مش مبسوط. يقوم واخد سيئاته ويحطها عليك، يضيعك على كلمه قلتها عليه ولا على 200 جنيه خدتهم منه. فخلص العباد عشان دول البهدله، دول اللي في الدنيا. لكن حق ربنا الله سبحانه وتعالى في الاخر حتى بعد كل اعمالك الطيبه مش هتدخل بعملك، صح؟ لن يدخل احدكم الجنه بعمله. واحد من الصحابة قال له كده، ولا أنت يا رسول الله، طب أنت يعني أحسن مننا؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم مش هيدخل الجنة بأعماله، أمال هيدخل بإيه؟ برحمة ربنا سبحانه وتعالى، بفضل ربنا. فالواحد دايما يبقى عنده أمل في الله ويطلب من ربنا وما يطلبش من غيره، وربنا هيديك اللي أنت عايزه بس في الوقت اللي هو عايزه براحته، الوقت الذي يريد، لأن الله لا يعوز، يريد. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لازم الله يأذن الأول. تخيل إن سيدنا جبريل اللي هو أفضل الملائكة ما ينزلش على سيدنا محمد إلا إذا الله وافق الأول.
حتى لما كان بيزوره فسيدنا جبريل ربنا بيقول له ألا تزورنا أكثر مما تزور. النبي بيقول لسيدنا جبريل ما تجيلنا كده بدل ما بتيجي مرة تعالى ثلاث مرات ست مرات، فما قدرش ينزل. فربنا نزل الآية اللي بتقول الرد وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني سيدنا جبريل أمين الوحي ما يقدرش ينزل على سيدنا محمد صاحب الرسالة إلا ما مين يأذن الأول ويوافق؟ الله سبحانه وتعالى. يعني كل حاجة بإيد ربنا. حتى النبي قال لهم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ثانية واحدة بقى، إيه عشان إحنا كنا بنتصحب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بس كل حاجة في علم ربنا سبحانه وتعالى. فما تلفش كتير وما تروحش الناس كتير. تعالى كده شوف. ايوه غير الخلفيه. حلو الخلفيه اللي ورايا بالمناسبه جميل. ولا انت مبوظ الدنيا؟ لا 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 جميل. انا بعمل تكل على الله. ففي النهايه ما تسالش كتير. اما تتعب ما تقعدش تلف تقول انا رحت ال 15 دكتور ومراتي ما بتخلفش، رحنا ال 50 مركز حقن مجهري وفي الاخر قلنا نعمل عمره بقى يلا زي بعض. يلا زي بعضه بقى. ابويا بيتعالج مش عايز يخف. قلنا نطلع صدقه بقى يلا بقى ما فيش فايده. طب ما كمل اول يا ابني. اصلا كل اللي انت عملته ده الله عارف انك قاعد بتعمله وسايبك تلف، بس بيشوف انت هتلجا له امتى، بعد شهر بعد 20 سنه براحتك يا باشا. انا بس عايز اوريك ان محدش من اللي انت بتلف لهم دول يفعل، انا بس اللي بفعل. وعاوزك تلف وانا شايفك بتلف عشان تجيلي في الاخر. ومش هتجيلي بقى واقول لك طب تعالى اما زلك بقى عشان انت جاي لي متاخر، لا الله كريم تجيله يخلص لك اللي انت عايزه ما دام خير ليك وحكمه ربنا تقتضي ان ده خير ليك. فالجأ لله وما تاخدش اي حاجه من اي حد، لان ما في اي حد في الكون يفعل الا واحد بس الله سبحانه وتعالى. ولو توكلت عليه صح هيجيب لك الرزق كده. النبي قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تطير بس ترجع بطنها مليان كل يوم وهي مش عارفه اصلا هتطير على فين. تاخده خماصا وتروح بطانه، تمشي بطنها فاضيه وترجع بطنها مليان. فاتكل على الله بصدق وارضي ربنا بصدق وما تخافش من حد وما تسالش حد الا ربنا وما تستعينش بحد الا ربنا. واعرف ان الدنيا كلها مش لو مثلا فلان باشا ولا فلان بيه ولا المدير بتاعي ولا رئيسي في الشغل هيضيعني هيقطع عيش، ده الباشا ده هو اللي في ايده يخلص الموضوع، ده المدير ده بامضى منه الموضوع ينتهي. كل ده يزعل ربنا قوي. انت كده كانك بتقول ربنا هو ده اللي يرزق. ما ينفعش، ده يزعل جدا من الكلمه دي. ده انا لولا الدكان ما كناش جوزنا البنات، ده لولا عربية الفول دي ما كناش علمنا الواد في الثانوية، ده لولا الراجل الفلاني هو اللي جاب لي عقد عمل كان زماني دلوقتي بشحت. يا عبيط ده انت كده بتشرك. ده ربنا لو سمعك وعرف ان انت قاصد كده بقلبك تبقى مصيبة. انت كأنك سبب. عاوز تقول يا سيدي قول لولا ربنا جعل هذا الانسان سبب يبقى قول كده بس، لكن اوعى تقول فلان دايركت. واحد من الصحابة مرة كان ماشي في الصحراء فجي عليه واحد عايز يقتله، قال له مالك ودمك؟ قال له طب سيدنا ايه؟ ابو معلق الانصاري صح؟ فقال له طيب عاوز تاخد مالي؟ خد مالي بس ما تقتلنيش. قال له لا عشان ما تروحش تقول لسيدنا عمر صح؟ قال له طب خلاص ماشي اعمل اللي انت عايزه وخد فلوسي ودمي وكل حاجه بس سيبني اصلي ركعتين. فقال له صلي ماشي براحتك اخويا وريني يعني الركعتين هيعملوا ايه؟ الراجل بس بقى فراح مصلي ركعتين ودعا دعاء قوي جدا. تعالى كده شويه عشان ظهري وجعني. قال ايه في الدعاء بقى؟ قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اسالك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونور وجهك الذي ملأ اركان عرشك. تسال ايه بقى؟ أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، بيطلب من ربنا بس وما فيش غيره. فخلص صلاة لقى مقتول. واحد راكب فرس كده وفي ايده حرب. فراح قال له أنت مين ده أنت أنقذتني؟ لا ما قالش كده. قال له أنت مين اللي ربنا جعلك سبب أنقذتني مع إن ما فيش غيره.
قال له: من أنت الذي أنقذني الله بك؟ قال له: أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت دعائك سمعت في السماء ضجة أو قعقعة، فاستأذنت ربي إن أنا أنصرك فأذن لي، فنزلت في صورة بني آدم قتلتهولك. عايز إيه تاني؟ الله أكبر. ليه واحد صاحبي كان واقف على الدائري وواحد ثبته، فكان سامع الحديث ده قبلها بأسبوعين، فقال له: انزل يا باشا وفلوسك وبطاقتك. اسمه أحمد عبد العزيز، هو نفسه اللي حكالي، وعربية غلبانة يعني 128 باين. فقال له: طيب خلاص يا باشا خد العربية بس سيبنا صلي ركعتين. قال لي: حتى الحرامية بيخافوا من ربنا برضه. فقال له: خلاص يا باشا هاخدها برضه بس صلي. فقال لي: سجدت ودعيت الدعاء ده وانا على السجادة، فرشتها كده على الطريق ودعيت الدعاء ده بتاع سيدنا أبو معلق. قال لي: والله يا دكتور رامي لقيته مسك في رجلي كده وانا بسجد. قال له: كفاية يا عم الشيخ، كفاية يا عم الشيخ. وأحمد ده بني آدم طبيعي يعني، شغال في وزارة الثقافة ولا ليه علاقة بس دعاه بإخلاص. قال له: خد يا عم المفتاح اتكل على الله. الله أعلم بقى الراجل حصل له إيه، جاله حاجة خوفته، قلبه دق بسرعة، جاله كهرباء زيادة في القلب، الله أعلم، وسابه مشي. قلت له: يا أخي كنت سيبه ياخد العربية دي خربانة. صرفية من الله، صرفية من الله سبحانه وتعالى. بس فجر قرب، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبما إن الفجر قرب أسيبكم بقى عشان أروح أشرب شوية مية. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم. كان معكم الدكتور رامي إسماعيل، يحييكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة. وقبل ما تقول مع السلامة لف كده وريهم المنظر اللي احنا فيه. قوم كده خد. السلام عليكم ورحمة الله. خد فيديو حلو كده وبعدين بسم الله.